ثورة الحسين ثورة العطاء اللامحدود، هذه الثورة التي أراد منها الحسين كل الخير لكل الإنسانية في كل زمان ومكان. هذه الثورة تعلمنا كيف أن نعطي بلا مقابل، هكذا تعلم أهل البحرين من ثورة الحسين. وفي هذا السياق يمكن أن نفهم ما قام به الإخوة في صندوق النعيم من الحملات المتتابعة في كل عام للتبرع بالدم باسم الحسين عليه السلام، إذ أن مثل هذه الحملات تجسد هذا العطاء اللامتناهي، هذا العطاء اللامحدود للحسين وللثورة الحسينية، وهي باسم الحسين وفي طريق الحسين إن شاء الله. البحرينيين كعموم ناس معطائين، وأفتكر دليل ذلك أنه كل سنة إحنا نتوقع أن يكون في انحسار أو في أقل، أو أن الناس ممكن تتردد أو شيء، نشوف لا، الموضوع بالعكس، لا زال في إقبال شديد ولا زال الناس عندها الرغبة في العطاء. ويمكن ارتباطنا بقضية إنسانية قوية مثل قضية الإمام الحسين هذا يعطينا الضمان بأن الأمر سيستمر إن شاء الله أبد الآبدين. الإمام الحسين حياة، عطاء متجدد، فكر، ثقافة، فهذا من ضمن البرنامج للإمام الحسين هو العطاء الدم لأحياء أمة أيا كانت الأمة، للكل، للبشرية كان يعني تام على قولتهم أو كامل، للبشرية كاملة. فهذا الحسين هذا عطاءه وراح يتجدد إن شاء الله. تزداد بشكل مطرد أمانة، يعني كان الأول مركز النعيم وبعض المراكز الآن حتى في المجتمعات الثانية في القرى الثانية تجد نفس الفكرة، دليل نجاح ودليل استمرار. أنا ممكن من أوائل ما كنت أجهني، كنا في الخيمة أجي الساعة 12 أخذ رقم وأروح أصلي وأرد أرجع وما أخلص الساعة 4، دليل الكثافة العددية والقناعة عند المواطن البحريني بهذا الجانب الإنساني، وتفريغ جزء من خدمة الإمام الحسين في هذا الجانب. البحرينيين كعموم ناس معطائين، وأفتكر دليل ذلك أنه كل سنة إحنا نتوقع أنه يكون في انحسار أو في أقل، أو أن الناس ممكن تتردد أو شيء، نشوف لا، الموضوع بالعكس، لا زال في إقبال شديد ولا زال الناس عندها الرغبة في العطاء. ويمكن ارتباطنا بقضية إنسانية قوية مثل قضية الإمام الحسين هذا يعطينا الضمان بأن الأمر سيستمر إن شاء الله أبد الآبدين.